أما الآن العلامات التي سنذكرها هذه الآن خلاص على خراب العالم سوف تكون، وسوف تكون في النهاية الأخيرة، وهذه العلامات تكون على قرب ووشك النفخ في الصور، هذه لا نعلم ترتيبها، ولكنني سوف أسردها لكم سردا. فجأة الناس ينظرون في السماء، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ حيوان يتكلم، بل الجماد يتكلم في آخر الزمان. ما الذي يحصل بين الناس؟ العلم ارتفع، المصحف قد ارتفع، بل أكثر من هذا وذاك يا عباد الله. يأتي على الناس زمان الكعبة تهدم حجرا حجرا، بل هذا المسجد النبوي الذي ترونه اليوم يعج بالمصلين بالمعتكفين، يأتي عليه زمان لا يدخل فيه إلا الكلاب والسباع، حتى يمر الرجل فيقول قد كان في هذه حاضر من المسلمين. ما الذي يحدث في الأرض؟ ما الذي يجري؟ يا عبد الله تدارك الأمر، يا عبد الله أسرع، إن لم تحج فحج، إن لم تعتمر فاعتمر، إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله، إن لم تحفظ شيء من القرآن فاعتكف على القرآن واقرأ القرآن. لا تكن كما قال الله عز وجل فيهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الكعبة ستهدم وكنزها سيخرج والمدينة ستهجر، والمسجد النبوي يأتي عليه زمان لا يصلي فيه أحد، ويخرج على الناس في السماء دخان فيه عذاب شديد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا رأى الناس هذا الدخان تعرف ماذا يقولون؟ كل الناس راح تؤمن، لكن هل ينفع الإيمان في ذلك اليوم؟ ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تدارك نفسك يا عبد الله، علامات الساعة الكبرى إن ظهرت واحدة فإن البقية تتلوها بسرعة. بادر بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يوم من الأيام، يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله، أتعرف أي يوم هذا؟ يوم يصبح فيه الناس في الأرض وقد طلعت الشمس من مغربها. لا إله إلا الله، أي يوم هذا طلع على الأرض؟ والله لو بكى الناس دما، والله لو خروا سجدا، والله لو فعلوا ما فعلوا، فإن الله عز وجل قد أغلق باب التوبة عليهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا رأى الناس هذا المنظر، ربما تكون الدابة في نفس اليوم، يعني ربما تكون الدابة أو طلوع الشمس أو هذه الأمور في نفس اليوم، في يوم واحد ربما يقع هذا كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس، أي رأوا الشمس طلعت من مغربها، طبعا الحياة مستمرة لا زالت، يقول آمن الناس جميعا، لكن هل ينفع نفسا إيمانها؟ والله لو بكى الزنا، ولو تاب أهل المخدرات، ولو دمعت أعين أهل الربا، ولو سجد تاركو الصلاة، فإن الله لا يقبل توبة أحد منهم. قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
أو كسبت في إيمانها خيرا. عبد الله بادر بالتوبة من الآن، لا تقل إذا رأيت هذه العلامات سوف أتوب. أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون، إلا المؤمنون حقا، إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم، إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم، إلا الذين قرأوا القرآن وحافظوا السنة. يا عبد الله من الآن استعد، سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات، نعم خسوفات كثيرة وقعت في الأرض، لكن في آخر الزمان سوف تقع ثلاث خسوفات عظيمة، منها خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. ما الذي يحدث؟ نواميس الكون تختل. ما الذي يجري؟ القوانين بدأت تختل يا عبد الله. ما الذي يحدث؟ الأرض تتبدل، الشمس تخرج من مغربها، الحيوانات تتكلم، الجماد ينطق، الدخان يخرج في السماء، الأرض تنخسف، الزلازل تكثر، الكعبة هدمت، المصاحف رفعت، الأرض لا يقع فيها، لا يوجد فيها حتى من يقول الله الله. المؤمنون قبضت أرواحهم، تخرج ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين، لم يبق في الأرض إلا شرار الناس. يا ويل يا ويل من لم تقبض روحه. إذن بقي مع شرار الناس، إذن بقي مع الذين سوف تقوم الساعة عليهم، بقي مع الشرار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يا عبد الله تجهز من الآن، يا أخي الحبيب أدرك نفسك من الآن، احرص على التوبة، احرص على القرآن، أكثر من الأذكار، استغث بالله، علم أولادك، علم أهلك، ذكرهم بما ذكرتك به الآن، أخبرهم أن الساعة قد اقتربت، أخبرهم أن القيامة قد أوشكت، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. عبد الله أخبرهم أن الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ثم فجأة تخرج على شرار الناس نار من اليمن، نار عظيمة تخرج ثم تسير في الأرض، ثم تجري في الأرض، نار تحشر الناس، تبعد الناس، تخوف الناس، والناس ينقسمون على طرق وأفواج، فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون، عندهم دواب يسرعون يهربون من هذه النار. إلى أي جهة؟ طبعا النار تخرج من الجنوب من اليمن، وتحشر الناس إلى الشام، تأكلهم أكلا، تحشرهم وتخوفهم إلى الشام، فيسرع الناس، منهم من عندهم المراكب والدواب، ومنهم فوج يمشون تارة ويركبون تارة، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، يركبون تارة، هذا تارة يمشي وهذا تارة يركب، ويهربون، ربما يصيبهم شيء من النار لكنهم ينجون. وصنف تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم فتأكلهم النار، ثم يسيرون، ثم يسيرون إلى الشام. طبعا في ذلك اليوم لا في مصاحف ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في أهل إيمان، ولا يقال في الأرض حتى كلمة الله لا ينطق بها في الأرض. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فيهرب الناس ويهربون ويسيرون، فإذا بهم يجتمعون في أرض الشام في ذلك اليوم، يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ، بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء، كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم، فتقوم الساعة على رأسه. عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن، يعني مستعد، متى يؤذن له فينفخ في الصور؟ يقول: كيف أنعم بعيش، وكيف يهنأ لي بال، وكيف يقر لي قرار، ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور. عبد الله هذه ذكرى
وهذه موعظة.